المقر تاع الطب بطبيعه الحال امكانيه تاع تجميع كل المرافق نتاع الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم اللي كانت قبل موجوده في مجموعه من النواحي نتاع مدينه الرباط، ثم كتعطي الامكانيه نتاع تطوير العمل في كل الامور المرتبطه بتدبير الجامعه. وضعنا ديجا واحد نظام معلوماتي اللي غادي يسمح لنا باش ندبروا كل المراسلات اللي كتورد واللي كتخرج من الجامعه بطريقه يعني الكترونيه وسريعه ومضبوطه، ثم فعاليه عمل الجامعه ستعرف تحولا عميقا، واقول بانه الجامعه ستنخرط افرادها وطاقمها ادارتها عليها ان تنخرط في مسار جديد يفرض عملا اكبر وتعبئه اكبر وايمانا اكبر وصدقا اكبر في العمل والعطاء. انا كمكتب مديرين جد سعداء لانه هذا انجاز كيتحقق لاول مره في تاريخ الجامعه الملكيه المغربيه لكره القدم، كتقتني واحد المقر والمقر في المستوى العالي اللي بواحد الثمن جد مناسب 30 مليون درهم، اليوم كيسوى اكثر من 70 مليون درهم. اذا هذا انجاز وهذا كيبين على واحد استراتيجية في المستوى العالي والتخطيط محكم للمكتب المديري والسيد الرئيس اللي عنده بعد النظر في هذه المسألة، وهذا هو اللي خصو يكون. وموراه إن شاء الله غادي يكون كذلك السنتر ديال المعمورة اللي كانت نوى يوجد واللي غادي يكون أحسن سنتر في إفريقيا وفي العالم العربي وغيضاهي المراكز العالمية، وهذا جد هذا شي حاجة اللي هي جد إيجابية لكرة القدم الوطنية. راه كتبين باللي الجامعه باغا تفعل شنو هو الاحتراف، دونك المقر كيولي ديالها كيولي الملك ديالها، دونك غادي يكون عند واحد الفضاء الناس اللي كيخدموا فيها غيكونوا بحال كانوا في المنزل ديالهم، دونك الاداء والاشتغال والاحترافيه غتكون كبيره في الافتتاح ديال هذا المقر. وهذا كيجي في اطار ديال العقليه ديال الرئيس ديال الجامعه السي فوزي القجع اللي باغي واحد البنيه تحتيه اللي كيكرك الملاعب هذوك المراكز الجهويين اللي غادي تهما غادي يبانوا، حتى حنا كمدربين ومؤطرين غيكون الاصلاح وغيكون زعما لاميليوراسيون ديال لو سونتر تكنيك ديال المعموره. دونك هذه هي البدايه زعما الراس القمه ديال الجامعه غتكون عندها المقر ديالها، ومن بعد غادي يجيو الملاعب يجيو المراكز ديال لا معموره للمراكز الجهويين. دونك هذا الشيء كيبشر بالخير للمستقبل ان شاء الله.